هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كتير منيح. في شخص كتب لي كومنت هون على فيديوتي على اليوتيوب، وححط لكم كومنت هون شي محل تشوفوه. طلب مني اني اعمل فيديو البس فيه لبس باكستاني واحكي كمان باللغة الباكستانية وجرب الاكل والمطاعم، يعني قضي يوم كامل كبنت باكستانية. سو اليوم حصور لكم هذا الفيديو، ان شاء الله يا رب يعجبكم. سو اوريدي انا عملت الميك اب والشعر، رح ارجيكم كيف عملته، وبعدين رح ارجيكم الاوتفيت اللي رح البسهم اليوم. سو يا ليتس جو. اوكي جايز، هلا انا لبست الاوتفيت الباكستاني. هيدا اشتروا لي اياه يعني لما كنت بباكستان، اهلي جوزي بالتاج لاني ما لبسته ولا مره. هلا رح اريكم اياه وانتوا اعطوني رايكم اذا لبالي ولا لا. اوكي، هو عباره عن بلوزه طويله وكمامه طول كمان، وعليها ديتيلز من هون وزراج، وانا لبست تحتها بنطلون جينز وكعب.
نفس البيان كارتي تم خب صورتها ايه هم بوك بوك لگی ہے مجھے بوک لگی ہے ام ہنگری مجھے بوک لگی ہے السلام عليكم ورحمته السلام عليكم ورحمته السلام عليكم ورحمته السلام عليكم ورحمته لا نحن العرب لما بدنا نقول ايه براسنا بنعمل هيك باكستانيين لما بدنا نقول ايه بيعملوا اسمع ده جيت على هذا المحل اللي ببيع تياب اسمه هيك ما بدي ورق عنب وبدي كبة نية كمان ما اطلب اكل باكستاني اوكي طلبنا الاكل جبنا اكل باكستاني تشيكن وبرياني هاي شو وات از ذس برا تشيكن وخبز كمان هلا رح اجرب الاكل الباكستاني في حر اكلنا احنا اطيب كتير
حكيتي لي خلاص. شاهي يا زفير. ايه اسمك يا بابا؟ هطلع روحي عيني احمروا. شو بدك انا اجيب لك يا زلمه؟ اكل مع لبن. لا بحبها كثير. بحبوا الحلو. نحن بنحب الثوم غالط. اكل خيارة. طفي الحد. جرب هيدا. لونه احمر. حر حر حر. I can't put my voice because there is a song. Tell him to stop the song. Stop over my head. What? What? يكون خيارة من بعدها. اوكي جايز هيدا هو كان الفيديو لليوم. بتمنى يكون عجبكم. بليز اكتبوا لي كومنت شو بتحبوني نصوركم فيديوهات وانا رح اصور لكم اياها. فهلا باي فور ناو. ان شاء الله بشوفكم بفيديوهات جديده عن قريب. تيك كير. باي.